أمس. ينضم إلينا من تونس موفد بي بي سي علي أوجانا للمزيد من التفاصيل. علي، يحكى اليوم عن لجنة إصلاح سياسي، من قام بتشكيل هذه اللجنة وما هي الدوافع من ورائها؟ لجنة الإصلاح السياسي ولجنة مكافحة الفساد ولجان أخرى في الواقع شكلت أو تم الإقرار بشأنها في المجلس الوزاري الأول للحكومة لحكومة الوحدة الوطنية، واليوم ربما في هذا الوقت الآن تعقد ندوة صحفية للجنتي الإصلاح السياسي ولجنة مكافحة الفساد، ربما لإعلان تشكيلة هذه اللجنتين، لأن المعلن في الأول كان فقط رئيسي أو رؤساء كل هذه اللجان التي قررتها حكومة الوحدة الوطنية. نعم، طيب ماذا عن آخر التطورات الميدانية علي؟ ميدانيا طبعا لا تفصلنا إلا حوالي أو أقل من ساعتين ونصف عن حظر التجوال، وبالتالي كما تشاهدون الشوارع باتت شبه فارغة، لكن في جهة أخرى من مدينة تونس وبالتحديد في شارع الحبيب بورقيبة وأمام المسرح البلدي لتونس، هناك الآن اعتصام يقوم به الكثير من المتظاهرين معظمهم من الشباب، لأن الدعوة إلى هذا الاعتصام تمت عبر موقع فيسبوك. الاعتصام هو للترحم على ضحايا هذه الأحداث الأخيرة في تونس، وسيتم إشعال الشموع، ونحن طبعا اليوم في اليوم الثاني من الحداد الرسمي على ضحايا تلك الأحداث. علي، كيف فسر انضمام رجال من الشرطة لهذه التظاهرات؟ تفسير أول ربما كان ترحيبا من معظم الذين تحدثنا إليهم في مظاهرات اليوم ومسيرات اليوم في شارع الحبيب بورقيبة، كلهم يرحبون ويرون بأنها خطوة إيجابية، لكن سمعنا أيضا بعض الأصوات التي تشكك في نوايا مثل هذا الانضمام، خاصة وأننا شهدنا في خلال الصباح حين كان معظم المتظاهرين من الشرطة، كان بعضهم بزي المدني والآخر بزي الرسمي، ويضعون شرائط حمراء على لباسهم، هو حتى الذين كانوا يعملون اليوم وكانوا في دوامهم ويحاصرون المكان كانوا أيضا بعضهم كان يضع شارة حمراء في إشارة إلى تضامنهم، لكن الهتافات لم تكن سياسية هذا الصباح، كانت كلها مساندة للشرطة، ولذلك يرى البعض بأن ذلك ربما كان مبرمجا على أساس أن تزال تدريجيا الهتافات السياسية والمطالب السياسية وتوجه نوعا ما إلى مساندة الشرطة والتعاطف معهم. علي، أمضيت عدة أيام في العاصمة تونس، هنالك عدة إجراءات اتخذتها الحكومة، تحدثنا عن اللجان التي تم تشكيلها، هل ترى أن أفق هذه التظاهرات مستمرة؟ لو استمعنا إلى المتظاهرين هم مصممون على المضي قدما وعلى الاعتصام وعلى التظاهر يوميا إلى أن تسقط الحكومة، هذا ما ظلوا يرددونه كل يوم ورددوه اليوم أيضا. ذكرت بأن في الصباح كانت الهتافات معظمها بعيدة عن السياسة، كلها كانت مساندة للشرطة، لكن في المساء حين ربما خف عدد عناصر الشرطة المشاركين في المظاهرة عادت الهتافات السياسية والدعوة إلى إسقاط الحكومة، والدعوة الكثير كانوا يدعون إلى إنشاء مجلس تأسيسي ونظام سياسي جديد ودستور جديد للجمهورية التونسية. لا يبدو أن المتظاهرين قد يوقفوا مظاهراتهم واحتجاجاتهم قريبا. شكرا لك موفد بي بي سي إلى تونس علي أوجانا.